طارق الوسيمي سفير مصر لدى نيوزيلندا أنه تم غلق باب لليوم الأول بالانتخابات الرئاسية التي انطلقت يوم الخميس 15 من شهر مارس في الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لنيوزيلندا، وانتهت صباح اليوم. كان الناخبون في نيوزيلندا قد افتتحوا التصويت في انتخابات الرئاسة، هذا ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السري المباشر اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء وفقا لتوقيت كل دولة.